لما اي مطعم حاليا عايز يتشهر لازم يقدم لك الاكل بتاعه غرقان في الجبنه السايحه، بقت حاجه يعني بنشوفها من كام سنه كده، الجبنه السايحه معروفه تماما، ويمكن صورتها في كل الوجبات السريعه، سمك فراخ لحمه لازم تبقى غرقانه في الجبنه السايحه، واعتقد ان كمان سعرها مش بيكون مبالغ فيه، يعني مغري لاي حد ان هو يضيفها لاي وجبه، لدرجه ان في مطعم بيقدم بقى اللي هو النافوره بقى، يعني مش مثلا علبه جبنه صغيره، لا نافوره جبنه، وده حرفيا بالمعنى، يعني عشان كل لقمه هتاكلها تكون غرقانه في الجبنه، وده طبعا بيكون منعاه للتفاخر ان احنا مطعم كبير واكله حلو لمجرد ان هو بيقدم جبنه مع الاكل اللي هي الجبنه الصفراء او الجبنه السايحه. طب الجبنه دي مصدرها ايه؟ وهل هي مضره ولا نافعه؟ ولا ظروفها ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه من الدكتوره بسمه يسري، طبيب التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه السريريه والسمنه. دكتوره بسمه بنرحب بحضرتك معانا. اهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. موضوع الجبنه الصفراء والجبنه السايحه ده انتشر قوي، واحنا مش عارفين بقى ولادنا هنعمل معاهم ايه وكبار كمان. ايه الموضوع؟ فعلا هو موضوع وسع قوي جدا. بقى يعني منتشر في كل حاجه. ده بس حقيقي. هي الحقيقه بقى، هل احنا المفروض اصلا نسميها جبنه ولا لا؟ ده موضوع تاني بقى الكلام. يعني هي المفروض نحط الموضوع، يعني الموضوع في وضعه بالظبط. هي النوع الجبنه دي المفروض ان هي ما يطلقش عليها جبنه اصلا. دي حاجه المفروض يبقى اسمها شبيه الجبنه، فاهمني؟ او نظير الجبنه، او ما يطلق عليها بالانجلش تشيز انالوج. ده حاجه شبيه الجبنه. ليه؟ علشان هي المفروض احتوائها من الجبنه ما يكملش اصلا 20 ل 25%. يعني هي في المجمل مش جبنه. المكونات بتاعتها اصلا بالظبط كده كجبنه بنتكلم 20 ل 25%. بس احنا بنقول عليها جبنه والناس كلها متخيلها جبنه. يعني هي الجبنه الطبيعيه المفروض ان هي تكون فيها، طبيعي ان هي يكون فيها لبن، حليب، ويبقى فيها قشطه، فاهمني؟ فيها مواد معينه، ماء مثلا، ملح، غيره وغيره. الجبنه اللي احنا بنشوفها دي او اللي هي دارجه او اللي هي سهله جدا، وحتى حضرتك قلت ان هي منخفضه التكلفه، يعني سهله قوي. فنخلي بالنا بقى، يعني هي الفكره ان دي بيبقى فيها اولا السعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا، تمام؟ بتفقد نسبه الكالسيوم والفيتامين الدال اللي احنا محتاجينه طبعا كنوع انواع الجبنه. فيها زيوت نباتيه. ايوه، احنا عارفين ان الجبنه يعني كالسيوم وفيتامينات تقريبا فيها. او ده الصحي، ده اللي المفروض ناخده من الجبنه، او اللي احنا اللي مهم جدا للعظم وصحه العظم وغيره. طيب لما هي دي 20%، اللي بنتكلم عليها الجبنه دي اللي موجود فيها اكتر، اولا نسبه كالسيوم قليله طبعا، نسبه بنتكلم الفيتامين ده القليل، فيها زيوت نباتيه عاليه، فيها مستحلبات، وفيها فوسفيت الصوديوم، وده اللي بيؤدي استخدامه فتره طويله لمشاكل في الكلى. فيها فوسفيت البوتاسيوم اللي هو ممكن يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، تمام؟ وبنتكلم بقى على الدهون المشبعه والدهون النخيل، زيت النخيل اللي هو بيعمل مشاكل مثلا في الجهاز، زي ما قلنا في الجهاز الدوري، بيعمل مشاكل في القلب وغيره وغيره وغيره. فسبب انتشار اصلا الجبنه دي منتشره قوي بقى، زي ما حضرتك قلت كمان ان هي موجوده في اي حاجه دلوقتي، في اي تدخل اي ريستورا او اي مطعم هتاخد حاجه هتبقى موجوده عليها جبنه، وسهله قوي. طيب. اضافتها بتبقى تكلفه بسيطه خالص، اولا التكلفه بتاعتها قليله زي ما حضرتك قلت، ما هو ان هي كمان التصنيع بتاعها. انا عايز اقف عند نقطه، قبل ما نروح للنقطه الثانيه يا دكتوره باسم. حضرتك قلت لي 20% جبنه و80% الاضافات اللي حضرتك ذكرتيها دي. بالظبط كده. فاكشولي ما فيش جبنه، يعني ما فيهاش جبنه، عشان كده منتشره والتكلفه بتاعتها قليله والتصنيع بتاعها برده سهل، حضرتك فاهمني؟ ومتعدده الاستخدامات بقى، بتتحط في حاجات، يعني هتحط على بيتزا، بتتحط جوه كله. في اي حاجه. طيب. بتحط بسهوله جدا في اي حاجه ثانيه. بناء عليه بقى، بناء على ان هي 80% منها اضافات مضره، ايه الامراض كده اللي ممكن تيجي لينا كبار واطفال؟ طبعا احنا بنتكلم لو على المدى البعيد، يعني لو اخدتها مره مثلا كل 10 15 يوم مش هيجرى حاجه، فاهمني؟ لكن انا بتكلم على المدى البعيد، لو احنا بناخد كل يوم الاطفال بياخدوا او كده، هنتكلم بقى في ان احنا يبقى في مشاكل في الكلى، امراض القلب، تصلب شرايين، مشاكل السكر، تمام؟ اوعيه دمويه، بنتكلم زياده الوزن والسمنه طبعا، ودي سمنة مشكله عند الأطفال. جدا بسبب ان السعرات الحراريه العاليه فيها، فاهمني؟ ممكن يبقى فيه يعني خشونه في المفاصل، حضرتك بنتكلم في اضطرابات في الجهاز الهضمي وعسر هضمي وغيره وغيره، وهشاشه العظام ومشاكل الكلى كمان. يعني الموضوع خطير ولازم الناس تنتبه ليه. الدكتوره بسمه يسري، طبيب تغذيه علاجيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه السريريه والسمنه، شكرا جزيلا لحضرتك معانا دكتوره بسمه على هذه المداخله. وبنعيد التكرار تاني على مشاهدينا، نخلي بالنا من مسألة الجبنة، صحة أولادنا وصحتنا في خطر،
من استخدام النوع ده من الجبن وكل الأكلات اللي هي بتبقى محتوية على زيوت مهدرجة ومشبعة.